العلم شعاع نور لا يخطئه أحد. بعزيمة وفكر نير وقاد، سار الدكتور زكريا عباس في طريق الإنجاز والتفوق بجهد وتعب كبيرين. فقدت البصر بعمر 7 سنين بالمدرسة، لأن تعرضت لضربة من رفيقي طفل بالمدرسة، كنا أطفال، فنحن عم نلعب رجع كوعه بسرعة، إجا الكوع بعيني، وعلى أثرها صار معي انفصال شبكي وفقدت نظر. عملت معه أمية بال 2006 أنا وأربع أشخاص بجمعية رعاية المكفوفين. استمريت بالدراسة بالجامعة 4 سنين قسم علم الاجتماع، حصلت على شهادة الباسل للتفوق 4 مرات كأول. تخرجت بال 2012 معدل كان 82.22. بعدين تم تعييني بال 2014 معيد بقسم علم الاجتماع، وخلصت بال 2019 ماجستير، وكمان رجعت درست حوالي سنة، وبعدين وفدت إفادة داخلي مرة ثانية لرسالة الدكتوراه. كانت قصتنا كتير لطيفة، تعرفنا على بعض بظرف كتير حلو، كنا اثنيناتنا عم نتكافأ، أنا كنت من الأوائل على الدفعة وهو كمان بدفعته كمان الأول، خريج أول. صرنا أصدقاء، حسينا في انسجام فكري أنا وهو، حبينا بعض، تزوجنا، أنجبنا طفلين. خلال هذه الفترة كان هدفنا واحد أنا وزكريا، أنه نكمل دراسات عليا مع بعض. هي المسؤولة الأساسي عن القراءة لي، دائما هي يعني تقريبا جل وقتها بتخصصه لتقرأ لي لتشتغل لي، فهذا بيخلق عندها هي بصراحة طعم مضاعف، كونها ربة بيت، كونها كمان هي طالبة دكتوراه حاليا، فهي متعددة المهام. هلا الرسالة اللي بحب أوجهها لكل الناس إنه لا تيأسوا من روح الله، الله سبحانه وتعالى معنا وبيساعدنا، بس نحن نساعد أنفسنا. العمل جوهر الإنسان، نحن لازم نعمل، ما لازم نوقف عند نقطة أو عند أي إعاقة أو عجز بحول دوننا ودون شيء بنحبه. العجز هو بأنفسنا وليس بالأدوات، لا بأجسادنا ولا بأي أمور أخرى. شريطة أنه نحن نريد ونصر ونصمم أنه نوصل للهدف اللي بنحطه أو اللي بدنا نحققه. تحدى الصعاب في سبيل الوصول وقهر الظلام بنور الإرادة ليحجز مكانة لنفسه عنوانها التميز والنجاح.